الو، اتفضل عليكم. اتفضل. ممكن سؤال استاذ وليد؟ حضرتك مين؟ اتفضل. سني ولا شيعي ولا ايه؟ لا شيعي. اتفضل حضرتك ان شاء الله. ممكن السؤال في سؤال؟ الموضوع المطروح، هل يجوز هل تقبل كشيعة الطعن في فاطمة لأنها مسألة تاريخية، والطعن في خديجة لأنها مسألة تاريخية كما قال حمير القريش؟ اتفضل. يعني ما يصير أسألك؟ حضرتك بس جاوب لنا على السؤال ده وبعد كده ابقى اسأل زي ما انت عايز. حضرتك عندي فاطمة لا وسيدة ممكن خديجة أهم من أسألك، السؤال بتاع حضرتك. اتفضل. ممكن أسأل ليش خايف أنت؟ ليش خايف؟ لا ده ليش انا خاف؟ مرعوب، اصل انا خفت من السؤال قبل ما تقوله، اصل انا عندي علم الغيب، عندي ولاية كونية، يعني انا افضل من علي عندكم، فانا عشان انا عرفت السؤال اللي في بطنك ايه، فعشان كده هربت منه أعوذ قبل ما بالله، تقوله، أعوذ واخد بالله من بالك؟ غضب الله، ايوه أعوذ يا اخي، بالله من ايوه، غضب سبحان الله. الله، انتوا مش عندكم علي عنده ولاية كونية ويعلم ما كان وما يكون، فما اعرفش ان، معلش يعني، عمر رايح يضرب نعم بنته في يعلم بعلم يضرب مراته الله. في سابها تتضرب، لكن انا عرفت السؤال اللي في بطنك عشان كده خفت. ولاية كونية يا ابني. روح روح روح. لماذا خالد بن الوليد؟ شفت بقى، يعني هو ده لأن اللي فيه دوت، يعني هو ده اللي انت جاي فيه، يعني سبحان الله، يعني انت هو دول الكلمتين اللي زنقوك زنقوك. طيب يا سيدي خد عندك، اقول له ايه؟ طيب اقول له نبيكم مش قايل، والله العظيم، لان الناس دي ما تستاهلش، والله ما تستاهل، انا بتعصب لكن ما تستاهلش يا ابني. النبي صلى الله عليه وسلم جوز بنتين، والاثنين جوز، اتجوز منه، اتجوز حفصة من عمر، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الداء ده في عمر؟ محتاجين إجابة. طب لما علي بن أبي طالب في أصح الكتب عندكم جوز عمر، هل كان يعلم هذا الداء فيه؟ إن قلت يعلم سقطتم، وإن قلت لا يعلم سقطتم. طب نعمل لكم إيه؟ يعني نعمل لكم إيه؟ شوية دين وسخ، دين وسخ، انتوا دينكم وسخ، دينكم نزل من ارحام المتمتعات، هو ده يعجبكم الاسلوب ده؟ دينكم يا شيعة نزل من ارحام المتمتعات، انتوا اصحاب دين وسخ، اصحاب دين سب ولعن، دينكم نزل من فروج المتمتعات.